وللحديث أكثر عن النزاعات العشائرية في العراق وانفلات السلاح في وقت يتأكد فيه عجز الأجهزة الأمنية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم. أهلا ومرحبا بك شيخ. حياك الله وحيا الله المشاهدين وبارك الله فيك، ورمضان خير عليك وعلى الجميع إن شاء الله. حياك الله والله أكرم. سيدي، الدقة العشائرية لم تكن بهذا الوضع فيما قبل الاحتلال الأمريكي للعراق، إلى ما ترجع هذا التصاعد في وتيرة الخلافات العشائرية اليوم في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي قليلا شوية أتحدث عن المجتمع العراقي. الكل يعلم أن المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته مجتمعا عشائريا، وله تقاليده وأعرافه القديمة، وهي على مر التاريخ تحمل هذه العشائر روح الوطنية والقيم العربية الأصيلة، فهي صماء أمان العراقيين. فما يحدث الآن من خلافات عشائرية ونزاعات والتي يستخدم فيها هذا السلاح المنفلت الثقيل والمتوسط لم تكن موجودة قبل الاحتلال، قبل عام 2003. نعم كان هناك خلافات عشائرية، لكن لا تحل باستخدام هذا السلاح المنفلت. نعم. والتي يذهب ضحيته المواطنين الأبرياء. نأتي الآن على الدقة العشائرية الحقيقة. أيضا الدقة العشائرية لم تكن شائعة قبل عام 2003. لا، لكن شاعت هذه الدقات العشائرية من خلال المنازعات في المجتمع وخاصة في الجنوب وفي الوسط بسبب أو بأسباب عدة، أهمها هو انهيار مؤسسات الدولة العراقية الأمنية والقانونية، وكذلك هناك انفلات أمني وعدم وجود القدرة لدى الأجهزة الأمنية الحقيقة، يعني لأن الأجهزة الأمنية السلاح اللي تملك الآن هناك سلاح بيد العشائر أقوى من السلاح اللي موجود عند الأجهزة الأمنية. لكن هناك أيضا نقطة مهمة، هي هذه النقطة هي عدم ثقة المواطن بالقضاء العراقي. الكل يعلم الحقيقة أن القضاء العراقي اليوم هو يمر في أزمة كبيرة، أزمة فساد وأزمة محسوبية، ولهذا لا تستطيع الدولة بجميع مؤسساتها أن تستطيع أن تحصر طيب شيخ هذه أحمد. الدقات أو تمنع هذه الدقات العشائرية. شيخ أحمد، إلى أي مدى التي تحدث إلى أي مدى؟ إلى أي مدى ساهم انفلات السلاح في العراق لتنامي ظاهرة الدقة العشائرية أو الدقة القبلية كما أشرتم قبل قليل؟ بما أن العشائر اليوم تمتلك سلاح الحقيقة ينافس أسلحة القوى الأمنية والجيش، وهذا السلاح الذي بيد العشائر استطاعت الميليشيات وأحزابها أن تزود هذه العشائر بهذا السلاح، ولهذا لا تستطيع الدولة اليوم أن تحيد أو تحاسب من يحمل هذا السلاح لأنها فاقدة للهيبة وفاقدة للقرار، لأن اليوم القرار بيد الأحزاب المتسلطة على رقاب العراقيين وبيد ميليشياتها، ولهذا لا تستطيع الدولة الآن أن تمنع هذا السلاح من الاستخدام في الدقات العشائرية. من أين وصل هذا السلاح الكبير، هذا الكم الكبير من السلاح إلى العشائر العراقية اليوم، وكيف استطاعت من استخدامه في ظل وجود قوات أمنية وحكومة ووجود يعني دولة في العراق؟ يا أخي الآن العراق يعني العراق فاقد، الحكومة العراقية الآن فاقدة للشرعية، فاقدة للسيادة. الكل يعلم الآن من يحكم العراق هي الميليشيات والأحزاب يا أخي، وهناك قرار إيراني بإدارة شؤون الدولة. الحكومة الآن لا حول لها ولا قوة، لا تستطيع مواجهة هذه الميليشيات، وعملت الميليشيات على دعم رؤساء العشائر الموالية لها بالسلاح، وهناك الحقيقة بعض رؤساء العشائر هم الذين يدفعون أبنائهم إلى استخدام السلاح في الدقات العشائرية. ونلاحظ أيضا أن جميع أغلب أبناء العشائر هم ضمن الأجهزة الأمنية،
وضمن الميليشيات، وعندما تحدث وعندما يحدث اي نزاع عشاري نلاحظ ان جميع منتسبي هذه الاجهزه يذهبون الى عشائرهم ويشتركون في هذه النزاعات العشائريه. برايكم شيخ احمد، من هو المنتفع من وراء هذه النزاعات العشائريه التي تغطي على انفلات السلاح الذي يؤرق المجتمع العراقي؟ الكل يعلم اخي، الكل يعلم الاحزاب السياسيه الان وميليشياتها هي المستفيده من هذه الاحداث وهذا الانفلات الموجود في المجتمع العراقي. وحقيقه والاحزاب هي اللي تقف خلف هذه الصراعات وتعجج هذه النزاعات بغيه مصالحها. وكذلك لاشغال العشائر يعني حقيقه تشغلها بهذه النزاعات لكي توقف دعمها للمتظاهرين والضغط على العشائر لابعاد ابنائهم من ساحات التظاهر. هاي نقطه مهمه. واضعاف هذه العشائر وعدم قدرتها على حمايه ابنائها، هاي نقطه. النقطه الثانيه، ايران لها دور كبير وخاصه الميليشيات التابعه الى ايران. هي تعمل على اضعاف العشائر من خلال هذه النزاعات. نعم. ودفع ابنائها في هذه المشاكل اللي تحدث. الامين العام لمجلس عشائر العراق العربيه في جنوب العراق الشيخ احمد الغانم كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.